وللمزيد مشاهدينا حول القمة الثلاثية انضم إلينا عبر الهاتف دكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية. دكتور حامد بعد التحية، يعني لا يمكننا أن نقرأ هذه القمة الثلاثية بمعزل عن الاجتماع ما بين الفصائل الفلسطينية في العالمين الجديدة زهاء أسبوع مصر الرقم الأهم في القضية الفلسطينية. تعليقك. اهلا بك يا فندم، واهلا بالساده مشاهدي القناه الاولى. طبعا يعني في ظني وتقديري انه لا يمكن فصل اجتماع الفصائل الفلسطينيه منذ ايام قليله بهذه القمه التي تعكس الحرص الشديد من الدوله المصريه في سبيل تحقيق حل شامل وعادل للقضيه الفلسطينيه واقامه دولتهم العادله وفقا لمبادره السلام العربيه اللي تم اقرارها في بيروت في العام 2002. هذه القمة ومخرجاتها وبيانها الختامي بتؤكد على أنه لا طريق لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط إلا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وأيضا قرارات الأمم المتحدة. أيضا أكدت على أنه لا بد من وقف الإجراءات أحادية الجانب الممثلة في 11 بند، ومن أهم هذه الانتهاكات هو ضرورة التوقف عن هدم المنازل، ضرورة التوقف عن التغيير الزماني والمكاني للقدس الشريف، عدم تهويد القدس الشريف واتخاذ الكثير من الإجراءات كهدم المنازل وغيرها من الإجراءات، وضرورة أيضا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولكن وفق جدول زمني محدد. وهذه نقطة مهمة جدا تعكس أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة مصرية أردنية فلسطينية لإذابة الجليد ومحاولة عودة المفاوضات المتوقفة منذ العام 2014. نعم دكتور حامد، يعني القمة كانت شددت على ضرورة التنسيق، ودعني أقرأ يعني نص ما تم الاتفاق عليه، هو ضرورة التنسيق المتواصل من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. السؤال هنا، أي أوراق لعب لدى القمة أو الزعماء الدول الثلاثة مصر والأردن وفلسطين تستطيع أن تقوم بالضغط على المجتمع الدولي لتفعيل إرادة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع؟ يعني في ظني وتقديري أن القضية الفلسطينية مرت بمنعطفات خطيرة، خاصة مع الرئيس السابق دونالد ترامب واللي اتخذ قرار باعتبار أن القدس عاصمة إسرائيل. صحيح. وأيضا قام بنقل السفارة، وهي خطوات من شأنها أن جعلت القضية الفلسطينية تترنح بشكل كبير. وأيضا جزئية أخرى وهي التطورات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية. ولكن الرئيس السيسي والقيادة السياسية المصرية ومعها القيادة الأردنية يتحركان وفق البحث عن آليات جديدة لعودة القضية الفلسطينية إلى سدة المشهد العالمي من جديد. الآن نرى أن هناك رؤية بتوحيد الداخل الفلسطيني، لأن هذه النقطة تحديدا كان بيتضارع بها الجانب الإسرائيلي لكي لا تعود المفاوضات مرة أخرى المتوقفة. وبالتالي إنهاء الانقسام هو أصبح مطلب فلسطيني رئيسي، وهناك نظرة كبيرة وثقة كبيرة من الشعب الفلسطيني في الدولة المصرية في الضغط على الفصائل الفلسطينية لإنهاء هذا الانقسام وتوحيد الموقف الداخلي الفلسطيني، على اعتبار أن هذا الانقسام هو منذ العام 2007. وأيضا المواقف العربية لابد أن تتوافق مع هذه النقطة تحديدا، باعتبار أننا الآن في أفضل الفترات العربية وزخم عربي حقيقي. يعني شفنا في عاصمة الدبلوماسية العربية العالمين الجديدة لقاءات مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وأيضا فخامة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين وغيرهم من القيادات الكبيرة التي أتت إلى مصر لتنسيق الجهود العربية. كل ذلك يستتبع رؤية دولية من كيفية أن يكون هناك عرض للملف الفلسطيني بعد تسوية هذه النقاط المهمة. نعم. والضغط ليس فقط على الإدارة الأمريكية، ولكن هناك أقطاب أصبحت أقطاب مؤثرة في المشهد الدولي كروسيا والصين والاتحاد الأوروبي. نعم، يعني أعتقد أن المشهد خطة التوازنات الدولية تغيرت يعني على إثر الحرب الروسية الأوكرانية. إذن هو إصلاح ترميم للمنزل الفلسطيني من الداخل انطلاقا إلى توحيد الرؤية العربية تجاه المشهد الفلسطيني، وأيضا طبعا يعني الضغط على المجتمع الدولي. دكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية، أشكرك
شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف.